بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم يا شباب. فيديو قصير كده هتكلم فيه على بعض التحديثات اللي تخص امتحان الـ SCBA اللي هي سعودي فارماسيست لايسنس اكزام، أو امتحان البروميتريك للصيادلة في السعودية يعني. الحقيقة التحديثات اللي هتكلم عليها النهاردة هم 3 نقط. أول نقطة عن عدد أسئلة الامتحان وطريقة التقسيمة بتاعت الأسئلة ديت، وكمان الأسئلة النون سكور اللي هي بتكون مش عليها درجات في الامتحان، ونسب النجاح بتكون من حد كام اكوردنج لحد النهاردة يعني الكلام ده بتاريخ 12/1/2021، نوعية الأسئلة كمان. وآخر نقطة هتكلم فيها النهاردة القبول في نظام الريسيدنسي أو الصيدلي المقيم اللي هو الشغل بتاع الكلينيكال فارماسيست في المملكة العربية السعودية. أول نقطة عايز أتكلم فيها على عدد الأسئلة في الامتحان، والكلام ده ملوش مصدر رسمي لحد الآن. الويب سايت الرسمي بتاع هيئة التخصصات وموقع الهيئة على تويتر ما قالش الكلام ده بصورة رسمية، لكن آخر ناس دخلت امتحنت جالهم بدل 300 سؤال جالهم 315 سؤال. طبعًا أنتوا كلكم تعرفوا إن ال 300 سؤال دول كانوا بيكونوا مقسمين 100 سؤال في ساعتين ثم راحة، وبعد كده 100 سؤال تانيين ثم راحة أو بريك، وبعد كده 100 سؤال الأخر. دلوقتي هيبقى 105 سؤال ثم 105 سؤال ثم 105 سؤال. الكلام ده حصل مع اخر ناس دخلت امتحنت، جايز الكلام ده ما يتكررش تاني وجايز يتكرر تاني، بس لو اتكرر وفضلت الاسئله 105 105 105 فتبقى انت بس عامل حسابك يعني خلاص. ودي نقطه مهمه، ان الاسئله بدل ما كانت 300 سؤال بقت 315 سؤال، فعشان انت بس ما تتخضش لو لقيت عدد الاسئله زايد شويه في الامتحان. المشكله بس ان كانت الاول ال 100 سؤال دول يا دوبك بيقضوا من الساعتين يا دوبك، لان في اسئله كانت بتحتاج تفكير، فكونوا ان هم يخلوها 105 فهم كده بيصعبوا الامور. من وجهه نظري انا بيصعبوا الامور بصوره اكتر نسبيا شويه يعني. ان شاء الله احنا هنتخطى ده، وهقول لكم هنتخطى ده دلوقتي ازاي ان شاء الله يعني. ده فيما يخص عدد الاسئله. هل الكلام ده له صوره رسميه او ممكن يكمل على كده؟ المعلومه دي لا موقع الهيئه على تويتر ولا الويب سايت الرسمي عمل اي ابديت بخصوص عدد الاسئله انها هتبقى زايده بعد كده، وحاجه بيرمننت بعد كده في بقيه الاختبارات اللي جايه ان شاء الله. لكن اللي نزل بيه اصدار رسمي فعلا هو امتحان الاس ام ال اي اللي هو امتحان السعودي ميديكال لايسنس اكزام بتاع الممارس العام اللي هو الطبيب الممارس العام. ده فعلا عدد الاسئله بتاعته زادت من 150 سؤال ل 300 سؤال، متخيلين؟ فانا اعتقد ان ده هيبقى الكونسبت بتاعهم بعد كده، او ده الفكر العام بتاعهم بعد كده، ان هم يزودوا عدد الاسئله، لان ما دام زودوها في الاس ام ال اي فاعتقد ان هم هتبقى ده الثابت بتاعهم في الاس بي ال اي بعد كده. بما ان انا بدرس لصيدله والطب وبدرس كورسات تحضيريه لامتحان البروميتريك لصيدله والطب، فانا عندي الرؤيه الاشمل شويه لان انا بدرس للناحيتين، فما دام عملوا كده في طب يبقى في صيدله هيزودهم عدد الاسئله، مع انها هي اصلا كتير، بس يعني ده اللي هيبقى القائم ان شاء الله. في من ال 315 سؤال دول في 20 سؤال منهم بيبقوا نون سكور مش عليهم درجات، وبيبقى غالبا قصده بيهم في الامتحان ان هو يخضك، بس يحط لك اسئله كده غريبه من نوعيه مثلا اسئله في الجيناتكس، اسئله مثلا عن جين معين بيقضي وظيفه معينه، عايزه حد بقى اللي هو يعني دارس دكتوراه مايكروبيولوجي مثلا عشان يعرف يجاوبه يعني. ويبقى الاسئله دي بيعملوها اصلا في كل امتحانات المعادلات، حتى امتحان المعادله الامريكيه، انا بدرس الاف بي جي اي اللي هو امتحان المعادله الامريكيه برضه، وبيعملوا فيها نفس القصه دي، اللي هو بيجيبوا اسئله غريبه ما 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 عمرها ما عدت عليك قبل كده، لا في دراستك في كليه الصيدله ولا انت ذاكرتها في اي سورس من السورسات بتاعه التحضير للامتحان، ويبقى غرضه بس انه يخضك في الامتحان كده عشان يربكك وينسيك الحاجات اللي انت ذاكرتها يعني. فالاسئله اللي زي ديت لما تشوفها ما تتخضش، دي اسئله انا بسميها نون سكور، وبقول للطلبه اللي معايا دايما في الكورس لما تشوفها سكيب وما تاخدش بالك منها خالص وما تحطهاش في دماغك يعني. خلاص يا جماعه؟ فدي 20 سؤال بيبقوا نون سكور، ده على اخر الكلام زي ما قلت لكم يعني، والنتيجه طبعا بتظهر في خلال من اسبوعين لست اسابيع من بعد ما تخلص الامتحان بتاعك. يبقى اول نقطه ذكرناها النهارده هي عدد الاسئله، لحد الان هي تكون 315، ممكن ترجع 300 تاني، ومقسمه بنفس التقسيمه اللي قلناها، وفي 20 سؤال نون سكور. وطبعا النجاح من اول ما تجيب 536 وطالع، الامتحان طبعا من 800 زي ما انتم عارفين، من 536 وطالع انت كده المفروض نجحت في الامتحان. دي اول حاجه بالنسبه لعدد الاسئله. بالنسبه لنوعيه الاسئله بقى، ودي نقطه مهمه عايزك تاخد بالك منها لو سمحت. في نوعيه الاسئله، وده يعني هيخليني كمان اعمل يعني، احنا عندنا ما شاء الله 10 مذكرات اسئله، هزود مذكره كمان هيبقوا 11 مذكره اسئله ان شاء الله. عدد الاسئله الاجمالي كله تقريبا هيتجاوز ال 4000 سؤال في بنك الاسئله بتاعنا،
وما شاء الله بنك اسئله قوي جدا جدا يعني، مع الكورس التحضيري يخليك تجتاز يعني ادخل امتحان بالبلد يعني. فانا هعمل مذكره كمان على ال10 مذكرات الاسئله، هخليهم 11 مذكره عشان التحديثات الجديده في نوعيه الاسئله اللي بقوا بيجيبوها مؤخرا او حديثا يعني. يعني اخر 3 مجموعات دخلوا امتحنوا معايا جالهم نجحوا الحمد لله، بس جالهم نوعيه اسئله جديده ما جاتش قبل كده خالص من اول ما النظام ده استحدث كله من 1/2019. فانا هعمل مذكره تغطي الجزئيه الاسئله الجديده دي كمان باذن الله، وهتكون جاهزه في غضون بالظبط 10 ايام الى اسبوع، عشان المجموعات الحاليه اللي شغاله معايا تحضير الامتحان تقدر تلحقها ان شاء الله. نوعيه الاسئله انتوا كلكم عارفينها، ان بيجي اسئله في البيزك ساينس، في الفارماسيوتيكال ساينس، في الكلينيكال ساينس، في السوشيال والبيهيفيور. البيزك عليه 10%، الفارماسيوتيكال عليه 35%، والكلينيكال عليه 35%، والسوشيال والبيهيفيور عليه 20%. النسب دي قد تزيد او تقل 5% على حسب بقى كل امتحان، يعني مثلا ممكن الفارماسيوتيكال تبقى 30 بدل 35، والكلينيكال يزودوا فيها شويه يخلوها هي 40 وهكذا. الامتحان يا جماعه مش متقسم فارما ونان فارما، والله ما حدش عمل التقسيمه دي في الوطن العربي كله غير المصريين. الامتحان مش متقسم فارما ونان فارما، الامتحان متقسم على التقسيمه اللي انا بقولها عليك دي. ما فيش حاجه اسمها فارما ونان فارما، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. بيزك ساينس عليه جزء من الاسئله، فارماسيوتيكال ساينس عليه جزء من الاسئله، وهم كاتبين حتى الشباتر اللي هيسالوك فيها في كل نوع من الانواع دي. والكلينيكال ساينس والسوشيال بيهيفير مش تقسيمه فارما ونان فارما خالص، خلاص عشان بس نكون تكون الصوره واضحه. بس هم استحدثوا جمله جديده كاتبين ايه نصا كده، كاتبين ان الكويشنز مي انكلود كونتنت ذات از نوت انكلودد في الاوتلاين دي، يعني ممكن يجيبوا لك اسئله تكون خارج الاربعه سيكشنز اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. كاتبين الكلام ده نصا في ابديتس جديده، الكويشنز مي انكلود كونتنت ذات از نوت انكلودد في الاوتلاين، وبالتالي من حق بيقول لك بالبلدي كده انا من حق اسالك في اي حاجه خارج الاوتلاينز ده، وده اللي عملوه في اخر امتحانين او اخر نموذجين امتحان او اخر 3 نماذج كمان امتحان. ولذلك انا هعمل، انا شفت الاسئله طبعا وفاهم دماغهم في المصادر رايحه لفين بالظبط يعني، والحمد لله قدرنا في خلال من خلال في يعني من يومين او 3 ايام فاتوا قدرنا نجيب المصادر دي ونشتغل عليها ونعمل بنك اسئله يغطي الاسئله اللي هم استحدثوها او بيجيبوها دولت يعني في الفتره الاخيره. ويعني والله تعبتنا جدا جدا لحد ما قدرنا نشتغل عليها ونجيبها اصلا ونشتغل عليها ونعملها في صوره بنك اسئله يغطي المحتوى ده. فان شاء الله انا هزود زي ما قلت مذكره اسئله على ال 11 على ال 10 مذكرات اللي عندنا يغطي الجزئيه بتاعه الاسئله الجديده دي. خلاص يبقى احنا كده اتكلمنا على نوعيه الاسئله اللي ممكن تكون استحدثت، وتقسيمه الامتحان بيزك فارماسيوتيكال كلينيكال سوشيال، وعدد اسئله الامتحان. اخر معلومه عايز اقولها بس، ودي هتخص الصيادله السعوديين نفسهم اللي هو القبول في نظام الريسيدنسي او الصيدلي المقيم او الصيدله الاكلينيكيه، يعني عشان تشتغل ككلينيكال فارماسيست داخل المملكه. لحد الان الموضوع ده مقفول على السعوديين، جايز بعد كده يتفتح لغير السعوديين، بس لحد الان الموضوع ده مقفول للسعوديين. النظام الجديد ده ان شاء الله يا جماعه على القبول في نظام الريسيدنسي او نظام الصيدلي المقيم هيكون يعني معتمد بصوره واحده بس على نتيجه السكور بتاعك في الاس بي ال اي. مطلوب منك سكور عالي 80% وطالع، كل ما تجيب سكور 80% واكتر هيكون يعني ليك الافضليه وليك البريوريتي في انك تتقبل في السلكشن بتاع الريسيدنسي ان شاء الله. واحنا ما شاء الله معانا ناس جايبه 82% و83% واتقبلوا بفضل الله في نظام الريسيدنس، يعني لان الكورس بتاعنا ما شاء الله انت بتغطي المحتوى كله شرح وبعد كده اسئله، فانت مش ناقصك اي حاجه يعني، ده غير جدول مذاكره بعمله لك وبتتابع معايا يوم بيوم، فانت بيكون مش ناقصك اي حاجه وبيكون داخل الامتحان وانت مطمن. فالنقطة بس الأخيرة إن بداية من السنة الجديدة إن شاء الله يعني في خلال شهر بإذن الله هيكون القبول في نظام الريسيدنسي معتمد اكسكلوسيف كده على السكور بتاعك في الاس بي في الاس بي ال اي. ويمكن احنا الحمد لله الوحيدين اللي عاملين كورس اس بي ال اي للكوميونتي وكورس اس بي ال اي للريسيدنسي او للصيدلي المقيم، الحمد لله بفضل من ربنا يعني. فده هيبقى ان شاء الله معتمد على السكور بتاعك في الاس بي ال اي. نقطه اخيره بقى تخص امتحانات البروميتريك بصفه عامه في الخليج كله، سواء البحرين، قطر، عمان، الامارات، الكويت، السعوديه. احنا عااملين لكل دوله من الدول دي يا جماعه كورس منفصل، يعني ما ينفعش الماتيريال بتاعت السعوديه تذاكرها للبحرين او تذاكرها للكويت، ما ينفعش. كل دوله من الدول دي هيئه التخصصات بتاعتها بتركز على نوعيه اسئله معينه وبتركز على ماتيريالز معينه، فهم عايزين الحاجات بتاعتهم، ما ينفعش اذاكر ماتيريال السعوديه على انها ماتيريال البحرين او ماتيريال قطر او ايا كان الدوله. ولذلك حتى احنا عندنا على الويب سايت هتلاقينا عاملين لكل دوله ايقونه خاصه بالكورسات بتاعتها،
واخدين بالكم؟ فده ان شاء الله يعني يكون حاجه كويسه جدا وحاجه اكسكلوسيف لكل دوله. يعني طبعا تعبتنا جدا على ما قدرنا نعمل السيستم ده، بس عشان تكون كل حاجه واخده حقها يا جماعه، عشان يكون كل حاجه واخده حقها. انا كده خلصت المعلومات اللي عايز اقولها، فيديو صغير كده بدون مونتاج، فيديو سريع يعني، في كل المعلومات اللي انا حابب اقولها لكم بخصوص الابديت. وان شاء الله اي ابديت جديد هينزل هنزل لكم برضو، هعمل لكم فيديو صغير كده اوضح لكم المعلومات اللي فيه ان شاء الله. اي استفسار يخص اي كورس من كورسات البروميتريك بتاعتنا، تواصل معانا على الواتساب على الرقم الموجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله، وبالتوفيق يا رب لكل المجموعات اللي شغاله معانا حاليا. كل المجموعات اللي شغاله معايا حاليا هيستلموا المذكره الاخيره اللي انا قلت لكم عليها ديت في غضون اسبوع الى 10 ايام بالكتير. مذكره الاسئله الجديده دي هتنضاف لكم كلكم ان شاء الله. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.